أخاوتي لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. يعني إيه؟ الإيد الرخوة، الرخوة يعني مرخية، يعني ما تمسكش. صوروا شيلة تقيلة، لو شلتها وإيدك رخوة هتقطع هتتكسر، مش كده؟ لو صياد رامي الشبكة ورخيها كده مش هتلم سمك، ده لازم تبقى عنيف راسه وعارف يشدها امتى وايده قوية، لانه مطلوب شدة في وقت. فالرخاوة لا تمسك صيدا، اللي بيصلي برخاوة ما يتقدمش روحيا، واللي بيقرأ الانجيل برخاوة ما يستقبلش صوت ربنا، واللي يذاكر برخاوة مش هيكمل تعليمه، واللي بيشتغل برخاوة هيترفض، واللي علاقاته كلها ضحلة سطحية مش هيلاقي حد يخدمه في المستقبل ولا يحبه. دي قاعدة. فلما تلاقي ابنك عنده رخاوة لوس، يعني متسيب كده، خطر، خطر عليه بكرة بعد حياتك. لحقت تقول له يا ابني شوف شغلك، يا ابني حبيبي اعمل اللي عليك. مش لازم تتقال له كده، تتقال له من النملة، تتقال له كمناقشة، نقعد نعرفه. طب تتصور لو واحد كل مرة بينجح على الحركرك في المستقبل يبقى شكله ايه؟ خليه هو اللي يقول، هو اللي يفكر، بعدين يقول لك ممكن ما يكملش. طب لو ما كملش مش هيشتغل، لو ما اشتغلش مش هيجيب فلوس. طب وعياله هيجوعوا، هيسيبوا المدرسة. انت بتخوفه، بتخوفه من رذيلة، من حاجة وحشة لو دخلت حياته هتضيعه، يوم يكرهها. كويس، ما هو اللي بيكره الشر ده هيبقى إنسان حلو، هيبقى خير. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. الاجتهاد يعني المجهود، يعني التعب. وفي آية تانية تقول في كل تعب منفعة. سواء أنك بتحكي حكايات الإنجيل كلها بحثا عن الفضيلة دي، شوف دانيال مثلا كان بيتعب، ولأنه مجتهد بقى رئيس وزراء، ولأنه مجتهد بيصلي بأمانة، كل العالم عرف إله، كل العالم قال إحنا عاوزين ربنا بتاع دانيال. يبقى أنت غرست فضيلة اسمها الاجتهاد من آية ومن حكاية. أبسط حوار مع الطفل آية وحكاية، آية تدخل دماغه ما تطلعش، وحكاية تفضل قدام عينه توصف له الآية أو المعنى ويستقر جواه طول حياته. وهكذا معاني كتير جدا. مثلا موضوع الكذب، الكذب ده خطر وموجود في حياتنا للأسف بشكل يعني مستمر. لما تلاقي آية في نفس الإصحاح يقول كراهة الرب شفت كذب، أما العاملون بالصدق فرضا. ولو جمعت تلاقي عشرات الآيات عن الكذب في سفر الأمثال. خد آية وخد حكاية. مثلا آية عن الكذب، ربنا بيكره الكذب. طيب مين كذاب؟ الشيطان. يبقى اللي بيكذب أبوه مين؟ يبقى اللي بيكذب أبوه الشيطان. طب والشيطان بياخد الناس على فين؟ يبقى الكذاب هيضحك على الناس بس هيروح النار. والكذاب بكرة الناس هتعرف انه بيكذب، محدش هيحبه، محدش هيمشي وراه. طب الكذب شطارة؟ لا، الكذب مصيبة، بتبان انها شطارة في الآخر مش بتنجي الإنسان، بيبقى مشكلته أكبر لأنه عمل عملة وكذب كمان، فبقت مشكلتين مش مشكلة. لما تتناقش مع الطفل أنت وصلت له معنى خلاص. لكن في أطفال بتكذب محدش بيحكي معاه، والبعض ممكن يسقف لها لأنها طلعت من المشكلة بكذبة، ده كده ضاع، أنت حكمت عليه بالإعدام في الدنيا وفي الحياة الأبدية، لأنك حببته في مشكلة في فضيلة اسمها، في رذيلة اسمها الكذب. يبقى ازاي تاخد آية حكمة بسيطة وتحط لها حكاية وتوصل لنتيجة في الآخر تخلي ولادنا ينتبهوا للمعاني من بدري. مثلا آية برجع في أمثال 6 تقول هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفس. دي طريقة الكتاب، يعني ستة وليها واحدة سبعة، اختار منهم واحدة أو اتنين كل مرة واحكي فيهم مع عيالك. أول واحدة عيون متعالية، يعني حاجة يكرهها ربنا أو إنك تبص للناس من فوق.
ويضحكوا العيال الصغيرة، يعني نبصل الناس من فوق نطلع على الكرسي؟ لا، نبصل الناس من فوق يعني شايفينهم زي النمل، شايفينهم صغيرين. البصة دي وحش لأنها تضايق اللي حواليك، تجرحهم. لو حد فينا حد بصص له كده باحتقار يصعب عليه نفسه. لما يسمع الدرس ده وهو صغير يبقى أستاذ في الجامعة ويبص للطلبة باحترام، ويبص الرجل الشارع باحترام. ليه؟ من طفولته أمه علمته أنه ربنا بيكره اللي طالعين فيها، لكن طالع لنا جيل طالع فيه عيون متعالية. ليه؟ بيوت مربتش، ما فهمتهمش أن دي مكرهة الرب، يعني ربنا بيكره الخطية دي. ودي ممكن تبقى الواحد مش داريان أساساً أنه بيعملها، بيتكلم مع الناس كده انت مش عارف بتكلم مين، يا عم انت شويه تراب زينا زيك. بس هو نسي روحه. يقول لسان كاذب يكره الرب، يبقى النطق بالكذب يخليك مكرهة الرب. طب ليه تحط نفسك تحت العنوان الوحش ده؟ ما انت عارف ربنا بيحب الخير ويحب السلام ويحب الحق ويحب العطاء، ما انت فاهم ربنا بيحب ايه وبيكره ايه. أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا ردية، أرجل سريعة الجريان إلى السوق، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، زارع خصومات بين إخوة. طبعا الحاجات دي بتاعت الكبار شوية، بس زارع خصومات دي بنشوفها في المدارس كتير. تلاقوا موضوع التنمر ده زاد جدا، وبقت العيال بتتكتل يستلموا زميلهم ويبهدلوا ويتريقوا عليه ويعملوا له مشكلة. وطبعا هم كفريق تلاقوهم بقى ايه، هو صغير قصادهم، او يوقعوا الاخوات في بعض، زارع خصومات، او يروحوا يتبلوا عليه ويشتكوه.